ورجعنا لكم تاني، وزي ما انا واشرف قلنا لكم ان احنا نبتدي باول فقره معانا وهي فقره الموضه. النهارده هنتكلم عن المكياج، ومكياج السهره بالتحديد. احنا عارفين ان احنا في العيد بنبقى خلاص بقى في فسح وخروجات، وبنبقى عايزين نحط مكياج سهره، وبيبقى كمان في كتير جدا مننا بيبقى معزوم على افراح او خطوبات في الموسم دوت، لان ده بيبقى موسم العرايس. فالنهارده يسعدني ان يكون معايا استاذه غاده مراكبي، وهي خبيره تجميل وماكياج. صباح الخير يا غاده. صباح النور. سنواتي طيبه. انت طيب حبيبتي؟ خدتي عاديه ولا لا؟ لسه لسه. صح، مش عارفه ليك السنه دي كده كل يعني السنه دي مأخر معانا في العيديه. طيب كلمينا انت، النهارده هنعمل ايه؟ بصي، النهارده انا عامله بيس شويه على ميك اب سواري، لانه مطلوب كتير قوي ان احنا نعمل. طبعا احنا في الموسم بتاع الافراح وكده، فكتير قوي عايز يعرف نعمل ازاي ميك اب سواري بخطوات بسيطه، لان في ناس كتير بتبقى عايزه تعمل لنفسها، مش شرط ان حد يعمل لها. فانا عامله لها حاجه بسيطه وفي نفس الوقت هتبقى طالعه واضحه يعني. طيب احنا ممكن واحنا بنتكلم تبتدي تشتغلي لها. اوكي. وكنت عايزه اعرف هل موضه مكياج السهره بتتغير من سنه لسنه؟ طبعا، لانه مثلا في سنين مثلا بيبقى السموكي هو الموضه، وبعدين في سنين تانية بيبقى لا الايلاينر بس هو الموضه، وفي سنين تانية يقول لك لا احنا هنركز على الرموش بس. طبعا. السنه دي ايه بقى؟ بصي، انا هشتغل وانا بتكلم معاكي. السنه دي نازل قوي الشيمري، يعني اللي هو غمضتي كده، اللي هو فيه اللي هو هتحسي الجفن المتحرك ده فيه لمعه قوي. أوه. والجفن الثابت ده مات قوي. أوه. يعني مديكي الاحساس انه كانه هنا فيه بون او عظمه. أوه. بس مش نازل قوي الايلاينر، كان نازل قوي الايلاينر. أيوه. قوي طبعا. أيوه. الايلاينر ما بيبطلش، بس هو اللوك ده هو اللي نازل قوي، رموش وشيمري. ومن تحت العين الاي شادو متسيح، يعني مش خط محدد، سموكي سموكي اكتر. سموكي اكتر. انا عايزه امريكي. بصي بقى عينيكي فوق كده، اللي هو احنا بنسيح من تحت، مش بنحط خط كحل او كده. دي نصيحه ازاي للبنات والستات ان هم يعرفوا يسيحوا تحت العين، لان في منهم كتير جدا لما بيجوا يعملوا كده بيتقلب. بيبقى هو العيون الباندا دي، تلاقي بس كل العين مثلا كلها واخده درجه. بصي، لما بيبقى في حد بروفيشنال بيعمل لك، طبعا هو بيبقى عارف هو بيعمل ايه، بس انت لما تيجي تعملي لنفسك اشتغلي في العينين الاول، وخلي يعني اشتغلي اي شادو في الاخر. احط هيقع شويه اي شادو، لان ممكن نحط اي شادو غامق. الحاجات دي كلها بتقع تحت، احنا بنعرف ننضفها، لكن لو اشتغلتي الاول عينين بعدين امسحي كل اللي حصل وحطي الفاونديشن. الشمري او الاي شادو الشمري اللي بيلمع شويه ما ينفعش يتحط الا بالليل، ما ينفعش يتحط الصبح. طبعا. بيليق على كل الوان البشره؟ بيليق على كل الوان البشره بس باختلاف الدرجات. يعني الشمري اي حاجه بتلمع، بس حسب اللون. يعني السمراء في الوان معينه تحطها، بس غالبا الالوان الترابيه هي اللي نازله، والالوان الترابيه بتليق على ناس كتير قوي. والالوان الترابيه كمان طالعه موضه جدا جدا. جدا، وما بتبطلش لان هي الوان طبيعيه. مش بتبقى كمان اوفر؟ لان انا لا. بحس انه مثلا مش لازم ابقى لابسه فستان تركواز واروح حاطه في عينيه تركواز. لا. او ممكن تحطي تركواز في قلم. قلم بس من جوه العين، لكن الاي شادو نفسه لا. يعني ما بقاش فيه، كانت موضه وخلصت. ما انا كنت لسه اسالك، في ساعات موضه بتبقى منتشره جدا بره، ولما بتجيلنا مصر ما بتنتشرش جدا، وفجاه بتبقى مثلا زي موضه الصيف اللي فات. انا فاكره موضوع النيون والوان الاي لاينر الملونه دي كانت طالعه بقى موضه بره مصر. طبعا هي حاجه فاشن، هي حاجه فاشن قوي، ومش بتاعه الديلي، بس يعني ما انتشرتش في كل مصر. يوم. لا، ما انتشرتش في مصر لان مش بتليق علينا. يعني احنا بشرتنا مختلفه شويه عن بشره الاجانب، فكل حد ليه الالوان اللي بيلعب فيها. احنا صعب قوي نحط الالوان الفقعه، لان معظم بشرتنا سمراء، بشرتنا مختلطه، صعب قوي نحط الالوان دي. تو ماتش يعني. احنا حتى بشرتنا مش شبه مثلا، مش شبه التلاينا او الاسبان. لا. هم برضو الاوليف شويه، وهم على فكره يعني هو كل واحد ما بيبقاش عاجبه الا حاجه، يعني هم بيبقوا حابين اللوك بتاعنا والايلاينر واللوك العربي يعني. فانا شايفه ان احنا مش حلو ان احنا نقلد بره قوي. طبعا بناخد الالوان، بناخد التكنيكس شويه، بس بنعمله بالطريقه اللي تليق معانا، لان احنا بشرتنا مختلفه تماما عنهم. دي نصيحه كويسه جدا. أكيد. طيب تعالي نتكلم شويه على الفرق بين مكياج العروسه ومكياج المعازيم او البنات اللي بيبقوا معزومين على الفرح. طبعا العروسه لازم تبقى منوره.
طبعا العروسه لازم تبقى مختلفه، ايوه لان كل الناس هتبقى حاطه ميك اب، فما ينفعش هي تبقى شكلها شبه الناس اللي حاطين، وفي نفس الوقت ده ما ينفعش يطلع باوفر، لان العروسه كل ما بتبقى سامبل ورقيقه كل ما بيبقى احسن. فاحنا بنشتغل دايما على البيز، على الحاجات الاساسيه اللي تحليها، وفي نفس الوقت ما يبقاش باين قوي، يعني مش حلو ان العروسه تبقى حتى ميك اب قوي قوي. انت بتفضلي الناتشرال لوك؟ لان انا بشوف يعني في كتير جدا ماكيورز كتيره جدا بيعملوا ايه، بالاول يحطوا بيز يمسحوا كل حاجه، وبعدين يبتدوا من اول جديد يرسموا الحواجب ويحددوا المناخير، وبعدين يعملوا خدود. اكيد بنبدا بالبيج وكل حاجه، بس التحول الترانسفورميشن انا شخصيا مش معاه، بس في ناس معينه بتبقى اوريدي متعوده ان هي بتحط ميك اب كتير قوي، فانت لما بتيجي تشتغلي لها زي ناس مشهوره او كده ما ينفعش انك تعملي لها حاجه عاديه، لازم تعملي لها حاجه تقليديه، فبتعملي ترانسفورميشن بس في نفس الوقت بيطلع شكلها حلو مش شكلها واحده ثانيه اوحش، ما ينفعش. طيب قولي لنا انت احنا وصلنا لغايه فين دلوقتي؟ انا عايزه اوري على الكاميرا ازاي ان احنا ممكن نحط الشمري، لان ده غلط كبير قوي لما دايما اي حد عارف ميك اب سواري يعني بنحط حاجه بتلمع، بس ما بيبقوش عارفين احنا بنحطها فين بالظبط، فبتلاقي الدنيا مش حلوه. فاي احنا لو ركزنا معاها هنلاقي ان هي وشها كله، لو نتكلم مثلا على عينيها هنلاقي ان هي الاول العينين انا بحط عليه حاجه بتلمع قوي دلوقتي، مش ان انا بحط على الاي شادو كله وشكله بيلمع. والشيمري ملوش علاقه بالجليتر؟ لا، ارجوك ينبهي علشان في بنات كتير جدا لغايه دلوقتي بيستخدموا جليتر، وجليتر موته اصلا الجليتر خالص. لا لا لا، الجليتر ما ينفعش ان احنا نحطه خالص غير في حاجات بسيطه قوي، وما ينفعش هم يحطوه لان هم مش هيعرفوا يحطوه ازاي. اللمعه بتختلف في الحبيبات نفسها، يعني كل ما بتبقى كبيره قوي كل ما ده بقى بجليتر، لكن الشيمري لا بيدي نور وبيفتح العينين بس فبيبقى شكله حلو. ايه الاخطاء اللي ممكن اي بنت او اي ست ممكن تقع فيها وهي بتحط مكياج سهره؟ زي ما بقولك اللمعه، الفاونديشن مشكله فظيعه جدا، الكونسيلر والفاونديشن انه كله عايز يبقى افتح من لون البشره بتاعته. ايوه انا بلاقي وبيبان في الصور، انا بقى عيني منه انا شخصيا بيبان في الصور ان تحت عينيها خط ان تحت أبيض. عينيها ابيض ابيض يعني بيبان قوي، وخاصه العروسه كمان، يعني انا بنصح العروسه اكتر من اي حاجه ان هي بتبقى عايزه ان هي تبقى افتح، يعني هي بتقولي انا مثلا بعمل مشاوير فبسمر اوكي تمام. الفاونديشن بيغطي كل المشاكل، بيغطي الهالات، بيغطي البهتان، الحاجات دي، لكن ان انا افتح باللون بيطلع شكله وحش وبيطلع شكله باين، وفي التصوير وفي الفلاش، فالموضوع ده نفسي. بتعملي ايه لما بتلاقي واحده جايه لك وتقول لك لا لا اعملي لي في مزاجي، بس انا عايزاكي تفتحيني حتى لو لون ايديا اصلا؟ ما هي دي مشكله، هي دي مشكله. خلي معايا مش بتخانقي معاها طبعا، بس بقول لها انا معاكي بس بنسبه، يعني انا ممكن افتح درجه، ممكن افتح درجتين، لكن في ناس بتبقى لون بشرتها حاجه وعايزه لون بشرتها يروح في حته تانية خالص، وفاكرين الميك اب ده ماجيك يعني. لا لا، وفاكرين انه شايبين، هو هيبان جدا، هو هيبان اكتر، باين قوي جدا. فيا ريت بقى الناس تفهموا الموضوع ده كويس. يا رب. طيب وصلنا لفين دلوقتي؟ انا حاطط لها اللمعه واوريدي كنت مركبه لها رموش. طبعا في الميك اب السواري ممكن بقى نبتدي ان احنا نغمق شويه، يعني احنا دلوقتي مش مغمقين قوي، حاطين بس اي شادو وحاطين مات هنا، بنبتدي بقى نغمق يعني باي بنفس الدرجه بلون اغمق او بلون اسود. اوكي، ببتدي اغمق الكورنرز لانه ميك اب بالليل وعشان التصوير فيبان. الكورنرز بيليق على كل رسمات العيون ولا عيون معينه؟ لا بيليق بس باختلاف اشكال العيون، يعني معظم كل عين ليها شكل بيبقى ليها رسمه معينه، بس في الغالب طبعا بنغمق الكورنرز بس حسب شكلها بقى، يعني احنا شور بنغمق الكورنر بس حسب شكل العين. منين يعني؟ بسحبها على فوق، بسحبها على جنب، يعني على حسب، عشان لو العين مثلا مكسوره لتحت لو العين مفيش فيها سوكت، لو بالزبط. انا عايزه ابينها اكتر. ايه الاخطاء اللي احنا ممكن نعالجها بالمكياج لو هي لو في عندنا اخطاء في وشنا؟ بصي الموضوع ده منتشر قوي طبعا، ان احنا اللي هو الكونتورنج او النحت بتاع الوش، اللي هو انت بتظبطي اي حاجه غلط، ده بيبقى بباودر لونها غامق، لونها زي لون بني اغمق من لوني خالص. مثلا لو في المناخير عريضه مثلا شويه، انا هجرب عليها، هي بتدي شيب حلو اصلا، يعني حتى لو هي مناخيرها حلو، باجي من الجنب بتاع المناخير وبغمق، بتبتدي تغمقي دي وبغمق دي، بس انا ما ينفعش اعمل الخط ده يبقى عريض خالص،
لان في الموضوع ده بقى منتشر قوي، كل الناس خلاص عرفته، فبتعمله بطريقه غلط. يعني بتبتدي تاخد خط غامق خط عريض، فبالعكس مش بيداري، بيبين اكتر. ايوه، فكل ما يبقى رفيع كل ما بيبقى احسن. بالظبط. طبعا ليها اشكال كتير، بس الاكتر حاجات اللي بتليق على كل الناس عشان الناس تبقى عارفه، العظمه بتاعه الخد. يعني اعملي كده. يا ريت تورينا ازاي نحط الرجوجو. اول ما انت هتعملي الحركه دي هيبان لك قوي العظمه، وهتعملي عليها بس ده مهم قوي عشان ما نفضلش نحط البلاش اللي بيتحط في كل حته وعلى القوره والمناخير. ما بنحطش على القوره ولا على الدقن ولا حاجه، البلاشر على الخدود. وسمعت انه تحطي بلاشر كمان على اللي هو الناحيتين دول. الناحيتين دول انا بحط عليهم الباودر الغامقه اللي احنا بنعمل بيه باودر غامقه مش بلاشر. ليه؟ لان احنا القوره بتبقى عريضه، فاحنا بناخد من هنا شويه وبناخد من هنا شويه، لكن مش بلاش عشان ما ينفعش الحته دي تبقى شكلها محمر. صح، يعني مش حلو. كل ما بيبقى طبيعي كل ما بيكون احسن. احنا كده تقريبا ايه، ناقصها الروج ولا احنا فاضل لها حاجه بسيطه قوي، هنحط لها بلاش. ممكن نحط ايلاينر، بس انا في اللوك ده مش عايزه اعمل ايلاينر. بس في ناس ما ينفعش تستغنى عن الايلاينر، لان عينيهم بتبقى صغيره قوي. في ناس عينيهم صغيره طبعا بنبقى عايزين نكبرها، في ناس عينيهم راوند شويه يعني الحته دي نازله قوي، فلازم مهم قوي انك تسحبيها. بس هي معايا هنا شكلها حلو بالرموش، وانا عاجبني اللوك عليها كده. انا كمان مبسوطه باللوك كده، حاسه هو مختلف لان احنا معظم الشغل بتاع البرايد يعني العرايس بنشتغل بالالوان اللي هي الطبيعيه الترابيه، فلما بنعمل حاجه شويه مختلفه بيطلع شكلها حلو. غاده مراكبي بشكرك جدا جدا جدا. اعتقد ان الفقره دي كل البنات عرفوا تيبس او عرفوا معلومات عن ازاي نقدر نعمل مكياج سهره سهل ممتنع. صح بالظبط. بشكرك جدا يا غاده، كل سنه وانت طيبه. هنطلع لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل بقيه الفقرات. يلا مع